قاعد يقتلون المتظاهرين وواحدهم من يمنا اخونا حسام على شو وضعه. شوف هاي البارحه ليش؟ يعني حتى الله ما يرضى. شوف اقلب يعني هذا شنو هذا؟ بس شوفوا بعينكم ليش هذا؟ وهذا متظاهر سلمي اتحدى واحد يجيب يقول هذا الشخص شايل له شيء ضارب شغل النوبه تكت لك يكضونه ويخلوني يم بمبات ويقول لك هذا بمبات وهذا أيوة. من عباس لا بمبات ولا طبعا راسه مشقوط سلمي بيناتنا العباس ابو فاضل بس حاط الله وياهم وحاط الحسين وياهم واحنا الله ويانا غيرها ماكو شكرا لك وراسه مشقوط طبعا راسه ومزينين اقرع ليش؟ أيوة. مزينين وضاربين بواري فوق يعطون فلوس حتى ينسحبون المتظاهرين ليش؟ صحيح ليش؟ اي طبعا ما بالمناسبه موبايله محفظته فلوسه ماخذيها كل شيء ماخذين ليش؟ ابو 700 الف ماخذين وفلوسه ايفون برو ايفون هذا البرو ما اعرف شو اسمه هذا اي والله موبايله ايش ما يصير بس قتلته لا هذا كفي لك العباس من الاتحاديه يقولون لا الاتحاديه هم شغب ويصيحون احنا الاتحاديه كاظي لك الولد اسليك قسما بالله العظيم ناس سلميين هسه ضربته ومحفظته وجنازته وموبايله ليش تاخذ اي وانه بشق له يقول له تكفيني بعد ما تجي للتحرير اي ليش ليش هو هذا الوطن هو هذا الوطن هل يردونه احنا نطالب ولا لا حول الله لاي جهه ان شاء الله تكون بطله بحق المتظاهرين طبعا هذا الشخص واحد من آلاف الحالات يعني هذا مجرد نموذج واحد من آلاف الحالات اللي تصير يوميه حتى الله ما يرضاه وزين هسه يقدر يمشي اكو غيره يطلعون معوقين رجله انت ما شايفه انت لو شايفه هسه انا ما اقدر يعني قابلني زعلات جسمه كله من جسمه كله من فوق يقول له لا تضربه من وجهه اضربه من وجهه حتى شنو ما يبين ايه هسه ضاربينه شوف ليش هيك العذاب انت شفته زين لولا شفته الناس تشوف ليش والله ظلم من الحزام وجوه كله هيك بس ما نقدر والله ظلم والله ظلم.